السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين من الجزء 4 القوة، القسم 4 4 قوانين نيوتن للصف 12 متقدم، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2017-2018. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل. تتسبب قوة مقدارها 423.5 نيوتن، فبتسجل المعطيات بشكل رمز. F تساوي 423.5 نيوتن. في تسارع عربة صغيرة مكشوفة وسائقها من سرعة 104 متر لكل ثانية، هي مش 104، 10.4، إلى سرعة 17، لذلك هذه القوة وهذه السرعة الابتدائية وهذه السرعة النهائية في زمن قدره 5 ثواني. ما كتلة العربة الصغيرة المكشوفة؟ إذن بدو الكتلة. هنطبق القانون الثاني لنيوتن، القوة تساوي الكتلة في العجلة، لكن العجلة تساوي لها التغير في السرعة على الزمن، والتغير في السرعة في الزمن يساوي لها السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على الزمن اللي حدث فيه التغير. نضرب الوسطين بالطرفين، نحن لأنه عم ندور على الكتلة، فبصير عندك الكتلة تساوي القوة في الزمن على التغير في السرعة، بتعوض وبتحسب، بيطلع الجواب بهذا الشكل. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.